بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعلنا تصيب أحدنا هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفي لقاء جديد يتجدد فيه دائما الخير والعطاء والحب، وبالحب ننال القرب. خلونا مع فضل الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف، برحب بيه النهاردة. شيخ محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا استاذ. احنا هنكمل كلامنا عن الأضحية وعن المعنى، المعنى والمبنى والدلالة والدلالة، وازاي المسلم في او الانسان في ايام الطاعة يعني بينال القرب بالحب. احمد الحق تبارك وتعالى واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، وبعد، اولا هذه الأضحية الله سبحانه وتعالى جعلها للإنسان علامة رضا، علامة رضا من الله، لأن الأصل في هذه الأضحية، يمكن احنا ذكرنا قبل كده القصة بتاعت الذبيح وقصة الذبح، لكن الشيء الجميل أما ربنا يختارني ويختارك ويختار فلان وعلان إن هم يضحوا. هل هذا الاختيار جاء جزافا؟ أبدا. شوف، ربنا سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. بقدر، نعم نعم. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه علامة من علامات التقوى للمضحي. من علامات التقوى للمضحي. أيوة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأضحية من شعائر الله، وشعائر الله سبحانه وتعالى لا تكون أو لا يقيمها إلا من رضي الله عنه، إلا من كان من المتقين. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا ينال اللحم ولا ينال الدم، ولكن يناله التقوى من المضحي. فالإنسان حين يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه القربة، ويكون إنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى يؤدي هذه الشعيرة تقوى لله سبحانه وتعالى، فإن الله يقول له أنا راضيا عنك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب، لا، انا عايز اوصل لحاجه. ايه هي ان انا اما ربنا بيوفقني واقوم اصلي الليل، شطاره مني؟ ابدا. توفيق من الله. صحيح. اما اصلي الصلوات في جماعه؟ توفيق من الله. اما اطلع صدقه من جيبي؟ توفيق من الله. ما هو المال كده كده هينصرف، لكن اما ربنا يوجهني ان انا انفقه في الخير بيبقى توفيق من الله. كذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يعطينا في هذا الدرس أن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه القربة، فإنه رضا من الله، لأنه أولا وفقه أن يفكر وأن يعقد النية أن يذبح أو يشترك في أضحية لله سبحانه وتعالى. على فكرة فيه ناس بتقدم الواحدة واثنين وثلاثة وربنا يتقبل من الجميع، ربنا يتقبل منا إنك أنت السميع العليم، لكن أنا مين بقى اللي ربنا وفقه؟ هو بالضبط زي واحد ربنا بيوفقه إنه يخرج صدقة، ربنا بيوفقه إنه يقوم يصلي الليل، ربنا بيوفقه للصيام الاثنين والخميس أو الثلاثة من كل شهر، ربنا بيوفقه إن هو يروح يعمل عمرة، دي كلها سنن ودي سنة. فربنا سبحانه وتعالى عشان المال والبنون زينة الحياة، زينة الدنيا، فالمال محبب إلى قلب الإنسان. صح. أما تيجي تخرجه بيبقى صعب. مين بقى اللي ربنا بيوفقه؟ التقي. علشان كده من الأعمال التي يكون فيها قرب من الله قليل فيها الرياء هي الأضحية. الرياء يعني نسبته تكاد تكون معدومة في الأضحية. في الأضحية يعني الأضحية مقياس لانتفاء الرياء أو يعني بالزبط. لإذهاب الرياء بالظبط. مفيش حد هيقول لك أنا بضحي رياء أبدا. يعني أنا بقول لحضرتك أصل اللي عايز يذبح هيذبح إيه؟ هيذبح في أي وقت تاني رياء، لكن اللي بيضحي ده بالذات
هو فصلي لربك وانحر. لا، وينتفي مظنة الآخرين برياء الآخر، يعني ما أقدرش فعلا ما لاحظ إن حد يقول لك إيه ده ذبح رياء أبدا، ما بسمعش الكلمة دي من حد أن يظن في الآخر كذلك أو أن يظن في الآخر هذا. أنا عايز أوصل لحتة إن إمتى ربنا رضى عليك؟ عقدت النية، واللي بيعقد النية إما أن يستطيع أو لا يستطيع. طيب خلينا في الاثنين، عقدت النية ومش قادر، ما أنا جبتها؟ ما أنا بقول لك إما أن أستطيع أو لا أستطيع. أنا عقدت النية لكن ما قدرتش. أيوة، ربنا سبحانه وتعالى يعطيك على النية، وذبح عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، خدت بالك؟ طيب لو أنا قادر، إذن هي سنة مؤكدة على القادر، مش كده، مش سنة مؤكدة بس، وبركة، مش كده وبس، ومغفرة للذنوب. إزاي يا عم الشيخ؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أما سألوه قالوا لما لنا في هذه اللحوم يا رسول الله، إيه اللي لنا فيها؟ قال لكم بكل شعرة حسنة، وإن الدم يقع قبل في يد الله قبل أن يقع على الأرض، وإن الله يغفر لك ذنوبك وذنوب عيالك بأول قطرة تنزل على الأرض. خلونا نروح لهذا التقرير اللي بيتكلم عن الحملة السنوية لمؤسسة نبض الحياة في الأضحية، وكيف يساهم من يريد أن يساهم في هذا العمل المحب دائما لكل القلوب أو في كل القلوب المحبة للخير. نروح لهذا التقرير ونرجع لحضراتكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن العظيم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. النسك اللي احنا بنتعبد لربنا سبحانه وتعالى به وبنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، ده سنة مين؟ سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. وعشان كده، عشان هي سنة طيبة وسنة مباركة، ربنا سبحانه وتعالى جعلنا وأمرنا إن احنا نتأسى بأبينا إبراهيم في هذه السنة، سنة الأضحية والتضحية. شوف ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم قد إيه. أليس حق الله سبحانه وتعالى علينا أن نضحي لله سبحانه وتعالى وأن نتقرب إلى الله عز وجل حبا وقربا وعشقا ومودة وقربان لله سبحانه وتعالى؟ يا الله، تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى اللي أنعم علينا بالمال وأنعم علينا بالعيال ورزقنا الصحة والمال، إن احنا نجيب المال ده ونعطي لله عز وجل، نعطي إيه بس؟ قدر ضئيل من هذا المال نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. مين اللي هياخد اللحوم؟ كلوا منها، يبقى أنا مستفيد. أيوة مستفيد، ومش كده وبس، وأطعموا البائس الفقير، وفي الآية الأخرى وأطعموا القانع والمعتر. وعشان كده أنت النهاردة ممكن يبقى صعب وفي المكان اللي أنت موجود فيه أن أنت تضحي، أو أن أنت لما واحد فينا والله بيروح عشان يشتري أضحية لنفسه بيشوف الويل والويلات والعذاب، لا سيما إذا كان ساكن في الحضر أو في المدينة، في القاهرة أو في اسكندرية. الفرصة جات النهاردة عشان تسهل مسألة الأضحية. مؤسسة نبض الحياة في قلب مزرعة من مزارع اللي بتورد لنا لحوم الأضاحي، مشرفة عليها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. النهاردة احنا بنقول لحضراتكم أضاحيكم موجودة اهي. احنا بنستهدف بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان احنا يكون عندنا مش أقل من 150 ذبيحة. 150 ذبيحة، الذبيحة بيشترك فيها 7 أفراد. النهاردة قدرت المؤسسة بكل القائمين والعاملين داخل حقل المؤسسة ان هم يساهموا مساهمة فعلية من حضراتهم، ربنا يجزيهم ألف خير، عشان يخفضوا سهم الأضحية من 5500 جنيه ل 4500 جنيه. 150 ذبيحة ممكن تكفي لأكثر من 1000 أسرة، أكثر من 1000 بيت هيدخل وهيكون له نصيب من اللحم الطيب المبارك اللي حضراتكم هتشاركوا معانا بيه. ولكن أنا أملي وطامعي وحب والله، حب والله في حضراتكم إن الألف ذبيحة لا يبقوا 2000، 150 يبقوا 300، لا يبقوا 1500. وبإذن ربنا سبحانه وتعالى هنقدر. أيوة هنقدر، هنقدر بإذن ربنا، هنقدر بدعم حضراتكم، هنقدر نبض الحياة اللي بتبث
وتدعم وتقول الخير ليكم وليهم، الخير ده لحضراتكم وليهم ان شاء الله باذن الله. 15740 مش 150 ذبيحه، لا 1500 ذبيحه باذن ربنا سبحانه وتعالى في موازين حسنات الجميع. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. لما شفنا المشاهد في التقرير اللي فات وشفنا التقرير بمزيد من التفاصيل، والشيخ احمد ممدوح والشيخ محمد رضا كانوا موجودين في هذا المكان اللي انا هسال عنه بعض التساؤلات، ولكن خليني قبل ما اروح لتساؤلات مهمه حضرتني من في سياق هذا التقرير، عايز اروح للاضحيه وهذا النسك. يعني هل هذا الاداء او اداء هذا النسك من تعظيم شعائر الله؟ يعني سبحان الله، ده ربنا في إشارة من الله سبحانه وتعالى لنا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإحنا أظن اتكلمنا إن هو الأساس في الموضوع التقوى طبعا. الله سبحانه وتعالى حين وضع لهذا الإنسان تقوى في قلبه فأراد أن يعظم شعائر الله، دي شعيرة من شعائر الله. فيعني اللي بيعمل كده بيكون دليل على انه هو رجل تقي. يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. علشان كده هو بينظر الى ان يعطي لهؤلاء المحتاجين، للناس اللي هم عايزين، يعني سبحان الله يحتاجون الى اطعام. خدت بال حضرتك في هذا الوقت من السنه الناس الغلابه بيبقوا منتظرين كده يوم العيد وعايزين برضو يفرموا لحمه وعايزين يعملوا شعبها. فهو بقى يقول لك انا فرحان وسعيد وانا بوزع اللحم كده وانا بقطع وانا طول النهار مشغول في ان انا خدت حضرتك. طيب البهوات والبشوات والناس الحلوه والناس الطيبين اللي زي حضرتك يا استاذ حسن كده واللي زي الاستاذ صبحي والجماعه طب انتم مش بتوع الذبح ولا بتاع بتعملوا ايه؟ تقول لهم نروح لمؤسسه نبض الحياه. خدت حضرتك احنا هنروح لمؤسسه نبض الحياه ده الصك فيها ب 4500. خدت حضرتك احنا او لو عايز خروف يبقى ب 6000 جنيه. انا هروح لمؤسسه نبض الحياه. احنا كنا حريصين جدا في المؤسسه والاداره بصراحه، يعني على ايه؟ كانت حريصه على حاجه كويسه جدا، ان نكون بنسلك مسالك شرعيه. يعني لما راحوا على بمعنى ايه بقى مسالك شرعيه؟ المسالك الشرعيه ان هو ما راحش على اي حد يشتري منه اضحيه. ما هو ده علشان كده السؤال بقى اللي كنت عايز اقوله لما شفت التقرير وحضرتك موجود وبتبص وبتعاين. هو ايه المكان اللي احنا شفناه دلوقتي ده؟ المكان المزرعه اللي احنا رحناها دي. ايوه. اول شيء لفت نظري فيها، واحنا في حضرتك لو شفت في التقرير هتلاقي الترخيص وزارة الزراعة. يعني المزرعة خاضعة لمتابعة وزارة الزراعة، متابعة والإشراف بتاع وزارة الزراعة على المزرعة دي. يعني هو واحد من الناس من الأهالي عامل مزرعة مشروع وتابع لإشراف وترخيص من وزارة الزراعة. فطبعا ده أسعدني جدا. ليه؟ لأن الوزارة بتشرف على الأكل سليم ولا لا، المواشي الموجودة دي سليمة ولا لا. فأنا باخد شيء مطابق للمواصفات اللي أنا عايزها تكون سليمة في الأضحية واللحم اللي أنا بقدمه. فده شيء بيخلي الرجل اللي هو المشترك بالصك بتاعه أو المساهم بسهم السهم اللي هو بألف جنيه للناس غير القادرين على أن يشتركوا في صكوك الأضحية، بيقول له أن الناس دي بتقدم أحسن لحم وأفضل لحم للناس الفقراء والمساكين. ما هو شوف، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف أنت تنفقوا لا وتنفقوا تنفقوا مما تحبون. أيوة. أنت بتحب إيه؟ إحنا جايبين لك أحلى لحم بنقدمه للناس، بنقدم لهم أحسن لحم. ما بنجيبوش مثلا من السودان، ما بنجيبوش من هنا، لا احنا بنجيب لحم من المزارع الأهلية التابعة لوزارة الزراعة المرخصة والمشرفة عليها وزارة الزراعة، علشان ده يكون لك انت، هتكون عندك يعني فرحة وسعادة ساعة ما تشوف يا ده كويس، ده الفلوس بتاعتي راحت في المكان الصحيح، ده الصك بتاعي الحمد لله يا رب، احمدك واشكر فضلك، انا فعلا انا كده اخترت صح، انا ربنا وفقني في اختياري، انا ربنا راضي علي. الناس دي انا
تعال شوف معانا المزرعة لو عايز تشوف، تعال اشهد معانا الذبح واحنا بندبح عشان تشوف احنا اللي احنا صورنا فيه بندبح منه ولا لا. خدت بال حضرتك؟ طيب الاضحيه دي هنوزع ان شاء الله، احنا مستهدفين من 13 ل 15 محافظه. لا ده احنا بنقول ان شاء الله احنا مستهدفين جميع انحاء الجمهوريه، عايزين بس احنا بنستهدف الاماكن اكثر احتياجا. يعني انت من 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 امنياتك فضل الشيخ محمد، او من يعني مما ترجوه ان يكون ليك او لمؤسسه نبض الحياه اضحيه في كل مكان؟ في كل مكان. اضحيه في كل مكان. ما احنا شوف حضرتك، انا اتمنى ان 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 يحصل فيه تغطيه لمؤسسه نبض الحياه، ان هي تذبح في كل مكان ليكون فيه عطاء في جميع الاماكن. احنا بنختار صحيح الاكثر احتياجا، وعلشان كده احنا برضو للساده المشاهدين، احنا بنذبح 4 ايام، يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، حتى قبيل العصر ثالث ايام التشريق، ايوه، لحد اللي هو ربع يوم العيد. أيوة. فاحنا طبعا بنذبح في الاربع ايام، مش قبيل العصر زي ما قلت عشان احسن. يعني حضرتك تصحح لو انا يعني اخطات يعني. واجاز بعض العلماء لحد اخر اليوم. يعني جايز، لكن احنا بنذبح دائما يعني بدري ان شاء الله، وبنخلص بدري وبنخلص توزيع، وبنحضر بنفسنا، المشايخ بيحضروا بنفسهم الذبح وبيشاهدوا في التوزيع، بيشوفوا وبيشرفوا، ومعانا الناس اللي هم بتوع المؤسسة غير الجمعيات الأهلية المشتركة معانا اللي احنا بنخليها تستكشف لنا وبنتابع معاها، بنحضر معاهم التوزيع ونشوف هو رايح للمستحقين ولا لا، رايح للناس الأكثر احتياجا ولا لا، على الرغم من الأضحية. لأن كلمة الجمعيات الخيرية هنا برضو مهمة جدا، ان انت بتعاون مع جمعيات خيرية موجودة في الأماكن نفسها، في الأماكن، لان هم يعني اهل مكة تعذر بالشعاب، يعني الدليل مش كده، واللي هم اللي عارفين الأماكن، عارفين الناس المستحقين كده. ومع الدليل يا باشا، في عندنا مشرف من المؤسسة، وفي مجموعة من المؤسسة بتقوم بالمتابعة عشان نشوف الكلام مظبوط ولا لا، في كل الأنشطة، مش ده بس. مهما اخذت بالأسباب، ادعي ربنا دائما ربنا يتقبل، اما ان يتقبل الله وان يتم الله علينا النعمه يا رب، بالتوفيق والسداد والصلاح والاصلاح. هنروح الفصل القصير اللي معانا دلوقتي ونرجع لحضراتكم، خليكم معانا دايما. ومن خير لخير ومن دائره لدائره تتسع أعمال الصلاح والخير في الدنيا. ما هي الدنيا دي مساحة من الخير والشر، كل ما كانت خطوتك في الخير واسعة كل ما اتسعت واغدرت الأرض حواليه. خلونا نروح لتقرير دلوقتي عن وصلات المياه، وعن هذه الحملات المهمة جدا جدا من دوائر الخير لمؤسسة نبض الحياة. هنشوف التقرير اللي معانا ونرجع نكمل حوار مع فضيلة الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف. خليكم معانا دايما. شايفين شكل البيوت هنا عاملة ازاي؟ أيوة زي ما حضراتكم شايفينها كده بالظبط. على الرغم من كل ده، أهل المكان هنا في الغرب بنيات التابعة لبرج العرب ما طلبوش مننا إن احنا نسقف لهم بيت، ولا نجيب كسوة للأولاد ولا أساسات المنزل. ولما مؤسسة نبض الحياة طلبت منهم إيه اللي انتم محتاجينه على الرغم من بساطة البيوت هنا، قالوا شربة مية نظيفة متمثلة في وصلة مية اللي هي عداد المية اللي عندنا في وجه بحري. بس قالك بس كل ده اللي بتتمنوه؟ قالك أيوة كل ده اللي احنا بنتمناه في الدنيا. لما جينا واشترينا هنا في المكان دي، فكان في حنفية خارجية زي ما كانت الحنفيات في عموم البلاد، وكنا بنملوا منه. فلما قفلوا الحنفية، الناس اللي معاه مقدرة دخل إيه؟ دخل عدادات، واللي ما معاهش مقدرة تم يملأ بالجراكن من الخارج. فالتجأ إلى جمعية الخير إنهم يدخلوا لهم عدادات. أما أنا عن نفسي طبعاً كنت عملت حادثة ودي انكسرت، ومركب في وركي اليمين مفصل كامل متكامل. فعجزت، لا عاد بنقدر نروح ولا نيجي عشان نجيب ندفع العداد او نجيب عداد، والاسره تجيلي وما فيش دخل غير القرشين بتوع المعاش بتوعي على الاسره دي كلها.
ولله الحمد والشكر، نحمد الله ونشكره فضلا. الرحلة الجديدة النهاردة في عمل الخير. اتحركنا من النهضة لكوبري حمودة، للغربانيات، لمناطق كتيرة جدا، كلها عشان بس نوصل عمل الخير اللي حضراتكم كنتوا جزء منه وكنتوا سبب فيه. الناس أول ما شافونا حسوا بالأمل وحسوا إن معاناتهم هتزول بمجرد وجودنا. والحمد لله رب العالمين إن إحنا كنا من أوائل الناس اللي وصلنا. ممكن تكون وصلنا متأخر شوية، بس الحمد لله إن إحنا وصلنا والحمد لله إن إحنا جينا. يا ترى حضرتك هتكون من السباقين معانا ولا برضه ناوي تتأخر زي ما إحنا اتأخرنا عليهم شوية؟ إن شاء الله إحنا منتظرينكم ومنتظرين دعمكم، عشان بيوت كتيرة جدا عايزين نوصل لهم العداد. ويا ريت تشوف معانا المشاهد الجميلة وعداد المية بيوصل والمية بتشتغل في المواسير والعداد بيبدأ يلف. أهلا بحضراتكم، ويا ربنا يفتح علينا بركات من السماء والأرض دائما بقدر هذا الحب الذي في قلوبكم وبقدر رحمة الله بعباده. فضيلة الشيخ محمد رضا، وفي قرية من قرى برج العرب دايما بتروحوا للأكثر احتياجا. نعم. دايما بتروحوا للحاجات الماسة، تقفوا على الحاجات الماسة للمحتاجين لهذه الأمور. نعم. وزي ما بنقول احنا كلنا محتاجين لبعض. طبعا كلنا محتاجين طبعا. لبعض. يعني بخصوص اللي جه في التقرير ده بالنسبة لاحتياجات بعض الناس هناك، ايه؟ اولا الماء هو اصل الحياة طبعا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. صحيح. فالإنسان ساعة أن يحرم من الماء يعتبر أن هو محروم من كل شيء. لو حضرتك أنت شفت الماء قطعت عندك لمدة ساعتين، ساعة ولا اتنين، الربكة اللي بتكون عندك في البيت شكلها إيه؟ طب لما بتيجي بتبقى الفرحة شكلها إيه؟ دول ناس محرومين تماماً، مش زي الشيخ أحمد ما بيقول بيطلبونا بسقف أو نبنوا لهم بيت أو ده، هم عايزين يشربوا مية، ما عندهمش مية. فالمؤسسة دايما في سقي الماء بنحاول نركز على ان احنا يعني ده بياخد مننا يعني قطاع كبير جدا، لان احنا عندنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ابار ارتوازية وابار تجميع امطار ووصلات ومحطات تحلية وتنقية، ده كله موجود بنعمله. وفيه اكتر وفيه بشريات حلوة جدا في بالنسبة لأهالينا وإخواتنا، إن إحنا بنحاول نطور في كل شيء في المشروعات بتاعتنا. فأما تيجي تشوف تلاقي حد ما كانش عنده مية، ما كانش طبعا وصلة المية بتكلف على الفرد من 7 ل 8 آلاف جنيه رسوم وعداد وكلام من ده. في حين إيه بقى؟ في حين إن إحنا ما بنعمل بروتوكول مع مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة في اسكندرية، في الشرقية، في جنة، مع مين؟ رئيس مجلس إدارة شركة المياه. أيوة، أنتوا بتعملوا بروتوكول مع شركة شركة المياه. ونشكر السادة المحافظين طبعا، لأن هم طبعا أحيانا بيتدخلوا ويعملوا تخفيضات لأنهم عايزين يساعدوا الناس. ففرصة إن في حد حبيقدم للمحتاج وصلة مية، فعايز ييسر للمؤسسة العمل بتاعها. ده بيخلينا بنقول ايه يا فضيلة الشيخ محمد، ده مش تفضل من مؤسسة المجتمع المدني، لا، ده دور أصيل وواجب عليهم بما تتيح لهم الدولة العظيمة في ان كل واحد دوره بيأديه. ده دور مؤسسة المجتمع المدني كشريك من شركاء التنمية. فالمحافظ بيساعد وشركة المية بتساعد، وكل ده في منظومة تتناغم أدوارها لأداء هذه الخدمة. حضرتك لو سمحت تقرير لمحافظة الغربية، أما المدير التنفيذي بيقول له احنا بنشكر سعادتك تعبينك معنا، قال لا، ده انا اللي بشكركم، عشان فانا بشكر السادة المحافظين ودايما بقول لهم يعني مؤسسة نبض الحياة بتطلب من حضراتكم دايما ان انتوا نكونوا ايدنا في ايد بعض، واحنا عايزين واحنا دايما بنقول للشركات المياه انتوا عندكم مين الاماكن المحتاجة، بنخاطب الشركات المؤسسات الاهلية اللي هي الجمعيات الخيرية او شركة المية، بنقول لها فين الاماكن، مين الاماكن الاكثر احتياجا، دلونا عليهم وبنروح لهم وبيكون فيه استكشاف دقيق جدا وفيه متابعة دقيقة جدا، مين هل ده محتاج ولا لا، مفيش أي مجاملات،
في هذا الامر. طيب الوصله بتاع المايه بتكلف كام؟ تكلف 3000 جنيه وفق البروتوكول اللي بتعملوه بالزبط. اللي بيتعمل تخفيض اكتر تخفيض من 50%، فيما لو راح الواحد لوحده مش هينفع. طيب يعني انت حضرتك انت لو عايز شفت واحد غلبان كده وعايز تعمل له وصله ميه ورايح انت تدفع له الوصله هتدفع من 6000 ل 8000 جنيه ايوه حسب المقايسه اللي بتتعمل، لكن هتيجي للمؤسسه هيبقى دول بدل ما تعمل وصله هتعمل اثنين. يبقى انت بدل ما تاخد اجر خدت اجرين. فاحنا دايما في مؤسسه نبض الحياه بنحاول نعمل نوصل لاحسن خدمه افضل شيء للناس باقل تكلفه. فكره الوقايه خير من العلاج. أيوة. الوقايه لما تكلفه الوقايه دي بتحوش عني تكاليف كتيره بعد كده بالظبط وبتقدر عني تكاليف اكبر، فخلينا دايما في مرحله الوقايه وكلنا نساعد بعض عشان الخطوه الاولى بتاعتنا لما تبقى الخطوه الاولى صح فالخطوات التاليه تبقى صح ان شاء الله. مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله. وطبعا احنا في مؤسسه نبض الحياه بتقدم بخالص الشكر والتقدير خاصه بان احنا بنتكلم عن الميه للساده المحافظين والساده الرؤساء مجالس شركات المياه والعاملين في شركات المياه على تعاونهم المستمر معانا، بنشكرهم شكر جزيل. واخص بالشكر الاول السادة المتبرعين اللي هم دايما بيساهموا معانا، ويمكن انا اخر لقاء كان مع الحاج فريد اللي هو دايما اللي عمل فدان نخل اللي كان متبرع معانا ب 25 وصلة مية، وهو معايا في بني سويف في اللقاء الأخير اتبرع بخمس وصلات. ده بيروح معاك الحاج فريد؟ بيروح معايا وبيوزع فلوس كمان من معاه من على الناس المحتاجين، ويمكن اتصل بي امبارح وبيقول لي يا مولانا أنا جالي وصلات مية تانية عايزين، أما احنا شيعنا وأسقف. يعني كل الخير في مؤسسة نبض الحياة لإخواننا لإخواتنا اللي احنا محتاجين إن احنا نقف بجانبهم، لان انا دايما كده اقول اما حد يدق بابك ده رزق جاي لك، هو جاي يقول لك انا محتاج، لا ده انت اللي محتاج له. فاحنا دايما محتاجين لاخواتنا دول ان احنا نقف جنبهم، احنا كلنا بندعم بعض، كلنا ايدنا في ايد بعض، كلنا بنقول ما قاله الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كلنا عايزين ونفسنا نشرب من كوب ماء نظيف. واقول لحضرتك يا استاذ حسن في نهايه دقيقه في اقل، لو انا جاي لي جزازه ميه وانت جاي لك زجاجه ميه، الجزازه بتاعتك حضرتك لقيتها مغلقه فانت وانت بتفتحها لقيتها مغلقه فبتشرب الميه بنفس، لو انا بدي بفتح الجزازه بتاعتي ولقيتها مفتوحه هقول يا ترى مالينها منين، يبدا الشك ينزل قلبي. ده احنا وانا بشرب من قاروره من 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 زجاجه ماء اللي هي اللي احنا بنشربها المياه الغازيه المياه المعدنيه خدت بال حضرتك؟ طيب وانا بشرب المياه المعدنيه دي بشك فيها، لو شكيت فيها ما بيجيليش نفس اشربها. امال الناس دي بتشرب ميه شكلها ايه؟ عايزين زي ما احنا بنشرب ميه معدنيه وميه مفلتره، عايزين كل اخواتنا في انحاء الجمهوريه يشربوا ماء نظيف، كوب ماء نظيف ان شاء الله هم وولادهم واصحابهم. وجمهوريتنا الجديده جمهوريتنا العظيمه مصرنا الكبيرة قوي بتحرص دايما على كل واحد في أبعد مكان في مصر، لأنها بتدرك إدراك كامل وتام وحقيقي بشركاء التنمية الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسة المجتمع المدني. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.